القبطية جزء مهم جدا من العبادة المسيحية الأرثوذكسية على مر التاريخ، سواء كانت ألحان طقسية بتستخدم في مناسبات كنسية أو ألحان تراثية بتستخدم في التسابيح، لكن تفضل الألحان القبطية جزء من تراث مصر الديني والموسيقي على مر التاريخ. خطأ شائع حتى بين المصريين إن كلمة قبطي معناها مسيحي، قبطي معناها مصري، ومنها جت كلمة إيجيبت أو مصر باللغة اللاتينية. اللغة القبطية كانت اللغة المصرية الرسمية لقرون، لحد ما دخل الإسلام مصر وأصبحت العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لكن فضلت اللغة القبطية مستخدمة كلغة أم في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لحد النهاردة. جورج القس صمويل ملحن وموزع ترانيم وقائد واحدة من فرق الترانيم في اسكندرية، جمع ما بين الدين بحكم نشأته في أسرة القس صمويل وهوايته الموسيقية اللي وجهها برضو للعبادة. مروان كان هناك علشان يقابله. حصل بعد كده مع دخول اسلام مصر حصل سابوا اصحاب البلد يتكلموا بنفس اللغه القبطيه اللي بيتكلموا بيها، لحد ما جه حصل في نص التاريخ الاسلامي انه حصل تعريب للدواوين، فبقت اللغه العربيه اللغه الرسميه للبلاد، مع العلم ان في بعض محافظات وقرى في الصعيد فضلت لمده 300 سنه تتكلم عاميه في الشعب اللغه القبطيه. المهندس جورج كرولز ثالث من اهتم بحسب التاريخ بجمع الألحان القبطية الكنسية بعد البابا كرولز الرابع والدكتور راغب مفتاح. أسس فرقة ديفيد سنة 75 وهو لسه طالب في كلية الهندسة مع ناجي فايق، إدوارد حنة وموريس عزيز، بهدف جمع الألحان والمزامير وإعادة توزيعها، وقدر يجمع 1048 لحن طقسي وغير طقسي. ولأن اسكندرية كانت مهد المسيحية في مصر، فمحطتي الرئيسية لازم تكون من هناك. اسكندرية كانت مهد المسيحية مش في مصر بس، بل في أجزاء كثيرة من العالم، والكنيسة المرقسية هناك هي الكنيسة الأرثوذكسية الأم على مستوى العالم. هنقول اول تون سينا عشان هو لحن يوناني حلو فلازم يبقى صفنا عالي فيه. اوكي شو ممكن بس اسلك صوتي معاكم؟ ممكن اسلك صوتي معاكم؟ طيب انا هنشطكم بس في خانه فرع، قولوا معايا ممكن عالي شويه. القس قراص يوسف غالي كاهن كنيسه العذراء وماري جرجس، رسم كهنوتياً في 2008 في سن 27، منسق عام خدمة مرحلة الثانوية ومسؤول عن معهد الرعاية والتربية الكنسية وعضو المجلس الإكليريكي فرع اسكندرية. استخدام الألحان
في العبادات يرجع تاريخها لأيام الفراعنة. في ألحان كانت بتستخدم في تجليس الملك، وفي ألحان بتستخدم في تأبينه وفي دفنه وتشييعه، في ألحان بتستخدم في بداية التعبية العامة للحرب أو للعمل. فكل دي كانت أنواع مختلفة من النبرات ومن الأدوات والآلات الموسيقية المستخدمة. فكانوا بيستخدموا النفور والأبواق العالية والطبول الضخمة علشان يحشدوا الناس بوضع تحفيزي علشان يقوموا إن كان في معتدي أو يجمعوهم في عمل مهمي. بالطبع الروحي والوجداني اللي موجود في الشخصية المصرية بقت متأثرة جدا بفكرة النغم والتلحين. الألحان في العبادة ما كانتش بدايتها في الكنيسة القبطية، بالعكس جذورها ممتدة في التاريخ من أول يوبال وتوبال. الألحان القبطية يعني الكنسية بتاعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعني بتتميز بأنها لها عمق تاريخي بعيد قوي. لو هنبدأ نتكلم على الموسيقى والألحان في الكتاب المقدس هنرجع لورا قوي لآدم وحواء. آدم وحواء لما كانوا في الجنة وبيسمعوا تسبيح الملائكة، لما طردوا من الجنة يعني التسبيح دي ما زالت في وجدانهم موجودة. جيل التاسع من آدم كان فيه اتنين موجودين في الكتاب المقدس في سفر التكوين، هما يوبال وتوبال. دولت بدأوا يصنعوا آلات بشكل بدائي شوية. توبال كان أبا لكل ضارب بالمزمار والعود، لحد ما جه موسى تربى في بلاد فرعون وتعلم الموسيقى بكافة أشكالها. طبعا كلنا عارفين أنه ألف لحن لما حبوا يهربوا من قسوة الفراعنة ليه قدامهم البحر، فطبعا حصلت المعجزة الإلهية أنه البحر اتشق وهم عدوا، وطبعا غرق فرعون ومركباته. خين شو شو الملك والنبي داود كان نقطة التحول الفعلية في تاريخ العبادة. ألف ولحن المزامير في بدايات حياته، وكون أول كورال في التاريخ مكون من 4000 عازف ومرنم بعد ما أصبح ملك أورشليم، وأصبحت مزاميره جزء من أهم طقوس العبادة الكنسية المسيحية. لحد ما بدأنا نسمع عن داود النبي اللي عمل أقدر أقول إيه الانطلاقة الأولى للموسيقى والمقامات والألحان في الكتاب المقدس. داود أنا بعتبره أنه أعظم موسيقي في التاريخ. داود ده كان قبل ما الملك كان راعي غنم، وهو كان مرهف الحس، كان شاعر وكان فنان، فاستغل الحاجة دي أنه هو مع الأغنام طول الوقت بدأ يألف حاجة اسمها المزامير. كان بيعزف على العود وعلى القيثارة، كان بيعزف على الرباب، كان بيصنع الآلات بنفسه، كان بيكتب المزامير، فهو كان مؤلف موسيقي وكاتب شعري. وبدأ يلحن الأغاني أو المزامير دي الأناشيد الدينية يسبح بها ربنا. كون أوركسترا مكون 4000 عازف ومغني. أما حصل أنه بقى ملك بعد كده دخل الحاجة دي بتوسع في العبادة. داود النبي كان يعني مايلستون مهمة جدا جدا في تاريخ الموسيقى في العالم كله، يعني لأنه كمان عمل المزامير اللي هي لغاية النهاردة هي الكور أو القلب الألحان في الكنيسة. داود بقى ملك أورشليم، فطبعا قدر يصرف على الفن الموسيقي، فقدر يطلع موسيقى من أعظم الموسيقات في التاريخ.
العظيمة من البسخة المقدسة التي لم يخلصنا الصالح بركاته على جميع كريال ايسون صوت تيجوم نبيون بسخور بيامات شاهد يمين مانويل بنوتي بنورو صوت تيجوم نبيون. الجمعة العظيمة وسبت النور أهم يومين في السنة بالنسبة للمسيحيين عامة والأقباط الأرثوذكس بشكل خاص. مروان كان هناك وحضر مراسم وصلوات أهم يومين في السنة القبطية. تبدأ الحكاية من دخول المسيحية مصر عن طريق ماري مرقس الرسول سنة 61 ميلادية. القديس يوحنا أو ماري مرقس الرسول هو واحد من كتاب الإنجيل الأربعة عايش السيد المسيح، وكان واحد من 70 رسول اللي اختارهم للخدمة ولقبته الكنيسة بناظر الإله. ماري مرقس ده كان واحد ابن ناس قوي، وكان عنده علية، كان عنده بيت في أورشليم، فكان السيد المسيح بيروح البيت ده ويجتمع مع تلاميذه في هذه العلية، فكان بيقعد يسمع اللي بيحصل. البداية كانت من اسكندرية، ومنها دخلت المسيحية مصر، وعن طريقها انتشرت في معظم دول إفريقيا، وأصبحت كنيسة اسكندرية هي الكنيسة الأم مش بس في مصر بل لجميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم. ماري مرقس لما دخل مصر لقى معوقات كتيرة، فلقى الثقافة الفرعونية بكل آلهتها وكل السيفيليزيشن بتاعتها والنهضة بتاعتها، لقى ثقافة هيلينية يونانية قديمة، ولقى رومانية تعتمد على القوة الدموية، ولقى بعض من اليهود، ولقى بعض من الوثنيين اللي ما بينتموش لأي حاجة خالص، فلقى قدامه مجموعة كبيرة من الثقافات. عشان كده كانت الفكرة المميزة في كرازة معلمنا ماري مرقس انه يعمل مدرسة اسكندرية للتعليم اللاهوتي، اللي هي لغاية دلوقتي ما بين مكتبة اسكندرية والكلية الإكليريكية للتعليم اللاهوتي في الكنيسة. قبل ماري مرقس كان في مسيحية في مصر، ولكن بشكل غير رسمي، يعني نقدر نقول انه ناس امنت بالسيد المسيح وجات مصر. دخل ماري مرقس الرسول لمصر من مسقط رأسه المدن الخمسة بليبيا، وبالرغم من عدم دخول المسيحية في مصر قبله بشكل رسمي، إلا أن كتير من اليهود اللي حضروا يوم 50 في أورشليم واللي أمنوا بالسيد المسيح نزلوا اسكندرية وبدأوا تعريف الناس بالمسيحية. اعتبر ماري مرقس الرسول البطريرك الأول، قبله كان المصريين بيدينوا بالديانات الفرعونية والرومانية أو اليهودية. دخول المسيحية في مصر كان على مرحلتين. المرحلة الأولانية كانت بالناس اللي بشروا بعمل الروح القدس عند حلول الروح القدس بعد قيامة المسيح بحوالي 50 يوم، في وقت حلول الروح القدس على الكنيسة في اليوم 50، وده كان عيد كبير في اليهودية. كانوا بيجوا مصلين من كل حتة علشان يصلوا أو يقدموا قرابين على الطقس اليهودي، منهم كان ناس من مصر. لكن الكرازة الرسمية كانت بدخول ماري مرقس الرسول لما كان جاي من القيروان مدينة في ليبيا، وجاء الإسكندرية وبدأ أنه يبشر في إسكندرية، وأن هو كتب أول إنجيل، وهو أول واحد أسس مدرسة اللاهوت، وأول واحد فتح فيها قسم للموسيقى. فإحنا قدام حالة أعتقد أنها يجب أنها تدرس. وما كانش بس كده، كان كمان في الثقافات التانية والعلوم التانية زي الفلك وزي الطب وزي حاجات كتير قوي، وابتدى يأسس ويكتب أول لتورجيا اللي هي أول صلوات طقسية في الكنيسة القبطية، اللي سميت بعد كده بالقداس الكيرولوسي نسبة إلى القديس كيرولوس الكبير، اللي هو خد اللتورجية بتاعة قديس ماري مرقس وأضاف ليها شوية إضافات فنسبت ليه. وقت دخوله مصر كان بيحكمها الإمبراطور الروماني نيرون اللي عذب المسيحيين الأوائل خلال فترة حكمه لحد ما اغتيل سنة 65 ميلاديا، وسميت الفترة دي بالاضطهاد الأول اللي استشهد خلالها ماري مرقس الرسول على إيد بعض المتعصبين الوثنيين. من أول دخول ماري مرقس ونشأة المسيحية في مصر كان في اضطهاد شديد للمسيحية، بدأ باليهود والرومان طبعا أساسي، وكان في متاعب كتير قوي شافتها المسيحية. الاضطهاد عمل حاجة جميلة جدا، خلى المؤمنين يقربوا من بعض أكتر. في القرون الأولى
ما كانش مسموح ان تكون في كنيسة ككيان كمبنى. كانوا بيصلوا في الدرة، كان قداس بيتعمل يوم الحد بس، كانوا بيختاروا أماكن لا تخطر في بال الرومان اللي موجودين في التوقيت ده. كانوا يصلوا مثلا النهاردة عند بيت فلان، يبقى الكنيسة كلها مجتمعة النهاردة في البيت ده هيعملوا القداس، لو يسموه كسر الخبز والصلاة والعبادة بتاعتهم. وكانوا يصلوا بهدوء وكانوا متوقعين انهم ممكن يموتوا في أي لحظة. مرات تانية كانوا يصلوا في المدافن، مرات تانية كانوا يعملوا القداس في توقيتات متأخرة بالليل، مرات تانية كانوا بيصلوا في سراديب تحت الأرض، مرات تالتة كانوا يروحوا يصلوا على شاطئ البحر. كانوا بيعملوا حاجة كده يمكن غريبة شوية، إن هم كانوا بيرسموا رمز سمكة صغير كده، وش السمكة كده، يفضلوا ماشيين. لو واحد مش عارف القداس هيتم فين النهاردة، يفضل ماشي مع اتجاه السمكة، السمكة حودت كده يمشي مع السمكة، يلف معها لحد ما يلاقوا السمكة وقفت في بيت معين، يبدأ بهدوء يدخل المكان هيلاقي القداس في المكان ده. فالاضطهاد يعني لم شمل الكنيسة أكتر، جمعهم أكتر. الحقيقة الاضطهاد كان ليه دور أنا بعتبره مهم، منع استخدام الآلات الموسيقية، لأنه صعب جدا في ظروف الاضطهاد واحد هيشيل آلات موسيقية بقى. طبعا في الفترة دي كان في اضطهاد من الرومان وكان في هرطقات بدأت تظهر. دور الأب أنطونيوس كمؤسس للرهبنة أنه يدعم الفكر المسيحي في الوسط الاجتماعي، انه كان بينزل يشجع الاباء البطاركة زي بابا أثناسيوس الرسولي البطاركة العشرين وقت ما كان بيقاوم بدعة اريوس، ونزل اكتر من مرة للناس المضطهدين في وكانوا محبوسين في السجون. فنلاقي ان الرهبنة كانت داعم للحياة العقيدية والحياة الروحية، اما في مجال العقيدة والدفاع عن العقيدة السليمة امام المعتقل، او في تعضيد الشهداء في استقبال الاستشهاد. ربما أوجد ربنا فكرة الرهبنة في القرن الرابع، حيث أشد حلقات الاضطهاد العشر اللي مرت بيهم الكنيسة النبطية كنوع من التعديل ونوع من قبول نوع جديد من الاستشهاد. وبسبب الاضطهاد الروماني للمسيحيين الأوائل في مصر، هرب كتير منهم للجبال في صحاري مصر الشرقية والغربية علشان يقدروا يمارسوا طقوس العبادة. ودي كانت البداية الفعلية لظهور الرهبنة في الديانة المسيحية، وأصبحت الكهوف أديرة لممارسة العبادة، ومن أشهرها دير سانت كاترين. ومن هنا كانت بداية ظهور الألحان الكنسية. فأوائل القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين العظيم، أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومانية بعد ما آمن هو نفسه بالمسيحية بعد والدته القديسة هيلانا، وأصبح أول إمبراطور روماني يعتنقها، ولقب بالقديس والرسول في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. لحد ما جه نهاية القرن الثالث الميلادي بدأ يحصل عهد سلام واستقرار في الكنيسة، بدأت المسيحية تبقى الديانة الرسمية للبلاد. من القرن الرابع الميلادي لنهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس هو ده التوقيت اللي اتألفت فيه أغلب ألحاننا القبطية. بس قلت الشبر، بس عايزين صوت قوي ومليان، صوت قوي ومليان كنفة وويس نار شم. في القرن الخامس حصل انفصال في الكنيسة، فأصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة اسكندرية تعرف بالكنائس الأرثوذكسية، وكلمة أرثوذكسية معناها الرأي القويم أو الإيمان المستقيم. أما كنائس الغرب فكانت تحت قيادة كنيسة روما وسميت بالكنائس الكاثوليكية. ناصف ملك مسيحي مصري بيشتغل أكتر من شغلانة على مدار يوم، عايش حياة خاصة جدا، مهتم بالتاريخ بشكل عام والتاريخ القبطي بشكل خاص. عزمنا عنده وكان محضر لنا تفاصيل كتير عن تاريخ الألحان. اليهود اللي كانوا في مصر راحوا طبعا بعد الخروج، خدوا معاهم كل الألحان اللي كانت تحت الفراعنة، فجت الديانة اليهودية لما في السبي جم قعدوا في مصر
ولما جم طلعوا بالذاكرة بتاعتهم اتنقلت لحد أورشليم. بعد كده جت الديانة المسيحية، دخلت المسيحية مصر سنة 60 على ايد ماري مرقس الرسول، وده كان من الحواريين يعني، وبدأ ينشر المسيحية ان هو على نطاق كان ضيق شوية، بس طبعا كل اللي موجودين في مصر يا اما يهود يا اما كانوا من اصل فرعوني، لان في يعني حقبة كده ما بقتش معروفة اللي هي اخر الفراعنة مين، راحوا فين، جم منين. بس الموروث الثقافي بيفضل ماشي، ملوش دعوة بدين او بنمط ناس معينة. فادي ساويرس مخرج مسرحي وباحث اثري بجانب عمله كمحامي غير متفرغ، دارس للتاريخ المصري القديم والالحان القبطية ولدور الموسيقى في الحياة الدينية والسياسية في مصر القديمة. أريه مطنن بكو إيبولن فين النوبي إن أشتموكو بخريستوس. هو اسمه إيه اللحن ده؟ ده لحن الهيتنيات، ما يطلق عليه الهيتنيات، اللي هو يعني يعتبر تمجيد للقديسة السيدة العذراء وبعض التمجيدات الأخرى. هو اللحن ده بقى فرعوني؟ الألحان دي متأثرة شوية بالفرعوني، لكن في ألحان بالدرجة الأولى متأثرة بالفرعوني، زي مثلا لحن غلغوصة اللي هو ما يطلق عليه الألحان الحزيني. اتأثرت الألحان الكنسية في بدايتها موسيقيا بالألحان الفرعونية، ومن بعدها الألحان اليونانية ومزامير داود من الناحية الطقسية. استخدامات الموسيقى في العهد المصري القديم كانت مهمة جدا، كانت جزء لا يتجزأ من حياة المصري القديم، في التعبد، في التعبير عن الاحتفال، في التعبير عن الحزن، في ملاحقة المتوفي بعد الوفاة لما نسمى التغسيل دلوقتي أو اللي هو التحنيط عند الفراعنة. كانت بتعبر عن موكب الملك، كان كل ده مصاحبه بالموسيقى، وكانت الموسيقى بتتمثل في ثلاث صور أو ثلاث آلات رئيسية، اللي هم الهارب موجود لغاية دلوقتي، الفلاوت اللي هو آلة نفخ، والعود اللي احنا ما يطلق عليه العود دلوقتي، طبعا كان واخد أشكال هذه الأشكال، بالإضافة لبعض الآلات الإيقاعية زي الدفوف. الموسيقى القبطية اتأثرت بعوامل كتير قوي على مدار العصور، أهمها يمكن على الإطلاق الموسيقى الفرعونية أو المصرية القديمة. كان قدماء المصريين بيمزجوا العبادة بتاعتهم بالموسيقى والألحان الفرعونية، كانت أساسا موسيقى تقوية، موسيقى ورعية، موسيقى رزينة هادفة قوي، إن هي جزء من العبادة. المصري القديم كان متدين جدا، رغم إن العبادات مختلفة جدا، وكان فيه هناك آلهة كثيرة، فتعدد هذه الآلهة كان كل إله له مناجاة، بالإضافة إلى إن التأثر الموسيقى والألحان القبطية كان تقريبا واخد خط كبير جدا من المصر القديم، حتى في بعض الألحان بالفعل زي لحن غلغوصة اللي هو لحن الألام في أسبوع الألام في قبل العيد الكبير، بياخد نفس الطبيعة اللحنية. كانوا ليهم الطقس الفرعوني الخاص بيهم، موسيقى في احتفالات ومناسبات خاصة بالفرعون، كان في موسيقى سياسية بالإضافة للموسيقى الدينية، موسيقى في الاحتفال بالانتصارات. واقتبست الألحان الكنسية كتير من الموسيقات الفرعونية مع تغيير الكلام، زي لحن غلغصة اللي كان بيستخدمه قدماء المصريين أثناء عملية التحنيط. أما الألحان اليونانية اللي اتنشر فضاع أغلبهم على مر التاريخ، وما تبقاش منها غير ثلاث ألحان بس. أعمق الألحان في الكلمات وفي النبرات بترجع للكنيسة القبطية، لأن الجذور بتاعتها جذور فرعونية. فمثلا من ضمن الألحان اللي كانت مستخدمة نبراتها من الفرعونيين والأصل الفرعوني، ويمتاز فيها أن اللحن بطيء شديد بيميل للرزانة. احنا بنستخدمه هنا لحن غلغصة بآخر الألحان الحزيني. لحن مثلا زي استقبال الفرعون أو تأبينه، كتب كلمات القديس أثناسيوس الرسول في القرن الثالث الربع الميلادي، لكن خد النغمة بتاعته من الفرعون. أوه 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 أوه
ضمن الألحان المستحدثة أو اللي قبلت حديثا من الكنائس الأخرى زي الألحان الرومية والألحان اليونانية، عندنا قطعتين مشهورين بيتقالوا في عيد القيامة زي مثلا توليسوس توليسوس فراجينسنتوس إبوتونيو زينا، ونلاقي اختلاف النبر، يعني النبرات بتاعت اليوناني مفتوحة، النبرات بتاعت القبطي شوية مقفولة وشوية لها طبع هادي. لو رجعنا بالألحان لورا نلقاها نفس الألحان مع اختلاف الكلمات. اتأثرت كتير قوي العبادة في الكنيسة بالموسيقى الفرعونية القديمة لدرجة ان في ألحان كاملة اتخذت من القدماء المصريين زي لحن بقولو زي لحن غلغوسة. ارتبطت بأماكن في مصر زي اللحن السنجاري أو الأتريبي. السنجار دي من رمسيس الثاني، جزيرة في بحيرة البرولوس، كانت كلها كنائس، كان كلها تتكلم لغة القبطية وخدوا منها اللحن السنجاري ده. وأتريب دي برضو بجوار بنها، كانت أتريب تضاهي طيبة عند الفراعنة، وكانت بلد يعني نقول كانت ذو شأن، وكان فيها كاتدرائية 12 هيك، الأسقف بتاعها زي بابا دلوقتي. لكن الحقيقة حصل دروب كده في التاريخ، أنه في مخطوطات كتيرة جدا في القرن السابع والثامن فوق كده، وبالتالي كلمات وأنغام كتيرة فوق. كان عندنا 12 لحن يوناني بتسبحه في الكنيسة، فقدت الألحان دي، مش بقي غير 3 ألحان يوناني بس. لو جيت حضرتك سافرت في اي بلد في العالم تلاقي مثلا في روسيا بيصلوا قداس باللغه الروسيه ومع اللغه القبطيه، هتلاقي الالحان متركبه على اللغه القبطيه. لو جيت قلت لحن ترجمته او عربته تلاقي الكلام بيشغال معانا لكن مش محكم القافيه ومش محكم الوزن زي ما بيتقال باللغه القبطيه بتاعته. ابونا والشمامسه والشعب بيردوا مردات مره كده مره كده، بيبقى في تنويع في العباده. لان لو كله باللغه القبطيه في ناس مش هيفهموا بعض المعاني اللي بتتقال في القداس. أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وبكل حال. ما نقدرش ننسى إنها تأثرت برضو بالموسيقى اليهودية. لأن مرموس أساسا جاي من اليهودية، فجاي محمل ومعبأ بالتراث اليهودي كله، مليان مزامير ومليان عبادة وابتهالات يهودية. فبرضو اتأثرت العبادة بتاعتنا بالطرق التسبيح اللي كانت بتتم في هيكل سليمان. يجي بعد كده طبعا السيد المسيح نفسه بقى، اللي في ناس كتيرة ما تعرفش أن السيد المسيح كان حافظ مزامير داود النبي، وأنه كان بيقولها بصوته العذب، وكان التلاميذ بيجاوبون بهللويا بالضبط زي ما احنا بنعمل دلوقتي هنا. السيد المسيح نفسه أسس مفهوم التسبيح في العهد الجديد، وكان لما بيجتمع مع تلاميذه يقول كده في سفر في إنجيل ماري مرقس، يعني يقول ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. فكانوا بيقعدوا يسبحوا مع بعض، طبعا هو اللي بيعلمهم التسبيح، هو اللي بيقودهم في التسبيح، فأنا بعتبره أنه كان مايسترو كمان. بردية البهنسة اللي يرجع تاريخها للقرن الثالث الميلادي، هي أقدم وثيقة دون فيها لحن كنسي، زي ما تم اكتشاف وثيقة مدون فيها بعض الألحان في دير سانتا كاترين من القرن العاشر. هيا
معلم الكنيسة الدور الرئيسي في حفظ الألحان لأكثر من 18 قرن استفادت فيها الكنيسة من التجارب الفرعونية، وأصبح اختيار المعلم غالباً من المكفوفين اعتماداً على قوة ذاكرته السمعية، ومن جيل لجيل عن طريق التواتر والحفظ وصلت الألحان لأول محاولات التدوين. في ألحان تانية غير تونسينا؟ راشينين نقول خيني فران حفظنا؟ تمام. تمام. ابتدى يتكون ما يسمى بالخورس، خورس الشمسة، ويتكون ما يسمى بالمعلم أو القائد أو المايسترو اللي هو بيقود التسبيح في الكنيسة. الفراعنة لما نشوف النقوشات اللي على المعابد تلاقيهم كانوا دايما الموسيقيين اللي فيهم بيبقوا مكفوفي البصر، فده واحد مغمض العين بغير إرادته، فهو ربنا مديله قدرة على التركيز عالية جدا. فالكنيسة خدت الفكرة بتاعت الفراعنة وراحت جابت المعلم وقالت له عود انت بقى احفظ لنا التراث الكبير بتاع الألحان اللي بتتقال على مدار السنة في 35 طقس. النهاردة وصلنا لحوالي 1048 لحن في 35 مناسبة طقسية. من أيام مصر القديمة عندهم اقتناع عالي جدا بأن مكفوف البصر عنده تركيز شديد جدا يساوي ويوازي الشخص الطبيعي أكثر من 20 مرة، ولذلك تلاقي في الكنيسة القبطية المصرية كتير جدا من المعلمين أو المعلمين للألحان القبطية مكفوفين البصر، بيكونوا بارعين جدا ورائعين جدا. الموهبة طبعا بتاعت الصوت الكويس من عند ربنا حتى لو حد مدرب، ولكن بتكلم على التركيز في اللحن وحفظه بكل درجاته عشان خاطر على الأقل إن لم يرنمه بصوت رائع جدا فهو يؤديه بشكل ممتاز ويوصل هذه المعلومة للتلامذة اللي بتتعلم أو بتاخذ هذا العلم عنه بشكل أكثر من ممتاز. الحقيقة مجهود كبير جدا ساعدت فيه الكنيسة إن هي اكتشفت هذا الاكتشاف الفرعوني اللي هو أعمى اللي هو عنده ذاكرة خطيرة جدا. البابا كرولوس الرابع أبو الإصلاح في منتصف القرن التسعتاشر كان أول من اهتم بجمع التراث الكنسي، استعان البابا بالمعلم تكلة اللي لف مصر كلها علشان يجمعها، واعتمد كل الألحان السليمة بشكل رسمي وأهمها ألحان طقوس الكنيسة المختلفة، وأصبح المعلم الرسمي للكتاب الملحق بالكنيسة البطريركية. عشان كده حصل أنه البابا كرولوس أبو الإصلاح بدأ ينتبه، فجاب واحد راجل اسمه المعلم تكلة قال له عايزين ناخد خطوة عشان التراث الغني ده ما يفقدش. فجي المعلم تكلة ده بدأ أخذ معايا 7 مرتلين معلمين كانوا معروفين بنبوغهم وقدرتهم الاستيعابية والحفظ، وبدأوا يلفوا القطر المصري على مدار سنة ونص. في السنة ونص دول المعلم تكلة جمع جميع الألحان اللي موجودة الكنيسة دي بتعرفها الكنيسة هنا مش عارفها، بدأ يجمعهم ويحفظوهم ويعملوا زي تدوين وحفظ واسترجاع للألحان دي عشان ما تفقدش. الدكتور راغب مفتاح ومعاه المعلم ميخائيل البتانوني والموسيقي الإنجليزي نيولاند سميث اشتركوا في تسجيل كتير من الألحان القبطية لمدة 40 سنة. وبعد موته قامت لورنس مفتاح بالتعاون مع مكتبة الكونجرس بتحويلها لاسطوانات وسلمتها لقداسة البابا شنودة الثالث. الدكتور راغب مفتاح عمل عظيم جدا، هو جمع كل التراث بتاع الألحان القبطية وسجله على شرايط من خلال خورس مع الدراسات. راغب مفتاح بدأ يجيب معاه واحد اسمه معلم ميخائيل البتانوني وبدأوا يسجلوا الحاجات دي على مدار 41 سنة. كان معروف ان المعلم ميخائيل البتانوني صوته رخيم وعميق وقوي ودقيق جدا، فكان اختيار الكنيسة ليه مش اي اختيار. كان دقيق جدا في التسجيل بحيث انه كان بيراعي البنكتويشن او اللي هي الوقفات بحيث ان الناس تاخد نفسها مع بعض ويسكتوا مع بعض ويقولوا مع بعض، فسجل لينا الالحان زي ما هي. دلوقتي حاليا الألحان الكنسية تم تسجيلها في 16 مجلد، كتبت نوت موسيقية وتحطت على سيديهات وتحطت على استوانات في متحف اللوفر في فرنسا، خلاص اتسجلت كنوت موسيقية وتسجلت بشكل فوكالز، خلاص بقت موجودة للأجيال اللي جاية بعد كده. ونمو ضايو ضايو نمو عوم عند
بان قد رياس البيوت نم بجير نم ببن مزواب قولين نم وقود جندي وما بطس الزواب. هو شمعنا الدف والتريانجل؟ الدف أو النحوس والتريانتو أو التريانجل اللي هو المثلث، ودول اللي كانوا مستخدمين زمان في العهد القديم في أيام أساف وأيام داود، وكانوا بيستخدموا ده بالإضافة للقيثارة اللي هي ليها 10 أقطار. لكن استخدموا الدف والتريانتو والقيثارة دول تحديدا لأنه جاء ذكرهم في المزمور 150 اللي هو بتاع التسبيحة بتاعة داود النبي، فبدأ إن هو يقول سبحوه بدفوف وصفوف، سبحوه بسموج حسنة الصوت، سبحوه بكثارة. عشان كده حصل استخدام الأدوات دي كاستخدام كنسي. في فترة ما قبل المسيحية كان استخدام الآلات الموسيقية والألحان في العبادات الوثنية، لكن كانت في الاستخدام الصافي. استخدام الآلات الموسيقية والألحان في الكنيسة بدأت من القرن الأول، أو هي ما انتهتش كفولكلور وفن شعبي في الشخصية المصرية. لكن المهم ان احنا لقينا ان في اباء من الكنيسه بداوا ان هم يحجموا استخدام الالات الموسيقيه، زي مثلا المؤرخ الشهيد يوستينوس 100 ميلاديه كان يقول انه استخدام الادوات الموسيقيه في اضيق الحدود لئلا نتشبه بالناس عددي الوسط. كذلك القديس كليماندوس السكندري اللي كان في القرن الثاني والثالث، القرن الثاني والثالث ميلاديه، ارجع لاستخدام الأدوات بسيطة زي الدف والتريانتو اللي استخدمها في الكنيسة بس لتنظيم الأداء ولتوكيد الصوت، وإنه الإنسان يكون في سيمفونية في الأداء الألحان. في القرن الأول وبداية القرن الثاني دخل المزمار في العبادة جوه الكنيسة، ولكن الكنيسة انتبهت بسرعة إن مش هو ده الجو اللي هي عايزاه، فخلال وقت قليل اتلغى تماما واكتفوا بثلاث آلات بس في العبادة جوه الكنيسة. عندنا حاجة اسمها الدف والمثلث اللي هو التريانتو مثلث، وعندنا حاجة اسمها السنوك دي موجودة في الصعيد، بتبقى آلة مجرد بتحفظ الإيقاع عشان الشعب يمشي مع بعضه في إيقاع ثابت محدد، ما يبقاش حد يبقى أسرع أو أبطأ من حد. داخل الكنيسة الأرثوذكسية الدف والتريانتو بجانب آلة الصنوك اللي بتستخدم في كنائس صعيد مصر بس، وده كان لأسباب دينية صاغها القديس كليمنتس السكندري في القانون رقم 80، وأصبح استخدام الآلتين دول لضبط الإيقاع وإعلان حالة الفرح. استخدام الألحان قديما كان عشان يسهلوا على الناس معرفة التعليم ومعرفة العقيدة، عشان كانوا يسهلوا تناقل هذه البنود كانوا يصيغوها في مجموعة من الأناشيد ويدوها لحن معروف أو لحن خفيف مميز أو شجي على الريتم أو لحن تنشيطي حسب نوع العقيدة اللي بتدرس أو حسب نوع المناسبة اللي بيقال فيها اللحن. استخدام الألحان حافظت على كتير من العقيدة بتاعت الكنيسة، بسبب انه جينا في وقت كان الاضطهاد في مصر ضد المسيحية كان وصل لذروته جدا، لدرجة انه كان هدم الكنائس، حرقوا الكتب، كانوا بيعملوا عمليات قتل وإبادة جماعية، بقوا يستخدموا الأناشيد اللي بتحافظ على العقيدة دي وبدأوا يصغوها في أناشيد أو في ألحان، بدأوا يكتبوها الأباء بتوع الكنيسة في الأطيار. محب عزيز، محاسب قانوني، وفي نفس الوقت شماس،
واحد من المجموعة الصغيرة اللي بتدير كنيسة العذراء مريم والشهيد مريمين. الحقيقة الكنيسة أحلى حاجة فيها إن هي بتعيش ولادها كل مناسبة باللحن اللي يتناسب مع المناسبة دي. كل موقف في الكنيسة ليه لحن وليه دلالة روحية. الألحان الرئيسية الكنسية اللي بيتم الصلاة بيها على مدار السنة 6. اللحن الكياهكي هو بيستخدم في شهر الكياهكي بس. اللحن الفريحي وده بيستخدم في الأعياد. اللحن الصيامي في صوم يونان والصوم الكبير لحد جمعة ختام الصوم. اللحن الشعنيني بيستخدم في حد الشعنين. اللحن الحزيني أو الإدريبي بيتقال في أسبوع الألام وفي تجنيز الأموات. وأخيرا اللحن السنوي وده بيتقال في باقي أيام السنة. نيجي مثلا للحن زي اللحن السنجاري ده بيستخدم في أيام الأعياد السيدية. اللحن السنجاري ده لحن فريحي بس درجة أعلى، يعني تلاقي اللحن فيها الذات أعلى وتحس إن اللحن فيه فرحة أكبر، تعبشات إنها تعيش ولادها فرحة العيد. وأغلبية الألحان بتبقى مرتبطة كلماتها، يعني نفس اللحن بالإبط العربي عربوا الألحان بعد كده هو دخول المسيح أورشليم، ده فرح وبيتقال في عيد الصليب ويتقال في عيد دخول المسيح الأورشليم. في مناسبتين الكنيسة بتصلي بلحن اسمه لحن الشعنين، أعياد الصليب وحد الشعنين أو حد الزعف. طبعا في حد الزعف السيد المسيح دخل أورشليم، وكان ساعتها الشعب في أورشليم فاكرينه أن هو الملك اللي جاي يخلصهم من عبودية الرومان. طبعا هم خرجوا فرحانين لاستقباله، بس طبعا السيد المسيح ما كانش جاي يخلصهم، كان جاي يخلصهم من أكتر من عبودية الخطية مش من عبودية الرومان، لأن هو كان دايما بينادي يقول مملكتي ليست من هذا العالم. ففي اللحن الشعنيني احنا بنعيش نفس الفرحة بتاع دخول السيد المسيح أورشليم. وله ألحان مشهورة جدا من أشهر اللحن اسمه إفلوجيمينوس. الكنيسة بتهتم جدا بأعياد الصليب، لأن الصليب في الكنيسة هو رمز الخلاص من الخطية. نيجي للحن الأدريبي أو لحن الحزيني، الكنيسة تصليه في مناسبة الجنازات، ما عدا طبعا لو في صلاة جناز في فترة الخمسين المقدسة بعد عيد القيامة، دي بتبقى فترة فرح كاملة. حتى لو في جنازة الكنيسة بتصلي باللحن الفريحي على أساس أن الكنيسة بتبقى فيه فرحة كبيرة بقيامة السيد المسيح. نفس الألحان دي كان زمان في عند أيام الفراعنة، كان لما يموت الملك يعني في ألحان بتتردد، ونفس الألحان بيقولوا لحن فريح للملك اللي جاي. تورثنا نفس الحالة، يعني في أسبوع الألام يبقى كله الألحان حزيني، وبعد كده سبت النوت تبدأ لحن الفرح. بإفرد واحد مثلا مسيحي مات في 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 الخمسين المقدسة، أصول يبقى لحن حزيني؟ لا، إحنا عندنا الخمسين فرح كلهم بأن المسيح قام، فبنصلي له كله باللحن الفريح حتى لو في جنازة. الإكليل أو الفرح زي الطقس الجنائزي ليه قداس خاص بيه
من أهم الطقوس الدينية الاجتماعية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيتقال فيه ألحان خاصة بالمناسبة. من أهم الطقوس الكنسية اللي فضلت محافظة على شكلها على مدار 2000 سنة اللي فاتوا. في ألحان للجنازة، جنازة لها لحن، في ألحان للفرح، يوم فرح للحن. الكنيسة بتبقى هدفها مثلا من اللحن ده بتدي رسالة للعريس اللي هو اللي هيبقى الزوج، ان انت هيكون مركزك في اسرتك الملك او المدير بتاع الاسرة، مش مدير الاسرة يعني متسلط، لا يعني انت هتكون ليك ادارة حكيمة لهذه الاسرة، وتكون كمان ادارة روحية في القداسات. يقولوا ايه؟ انت قائد لاسرتك وانت الكاهن جوه الاسرة. يعني الكاهن جوه الاسرة مش كان يعني حيبقى زي كان ابونا الكاهن، لا، ان انت هتكون الراعي الروحي لاسرتك. لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، لاجل هذا يتقرب الاباء امه ويلتصق امراته ويكون الاثنان جسدا واحدا، هذا السر العظيم. في الفرح بيبقى اللحن كامل فريحي ما عدا بتبقى الحان ثابته، ما عدا في اثناء فتره الخمسين المقدسه بتكون الحان الاكليل هي الحان القيامه. نسألك يا رب أن تستجيب لنا وترحمنا يا رب وارحمنا، يا من خلق المرء من جنب آدم وأعطانا معينة نظيره، نطلب إليك يا رب أن تسمعنا وترحمنا. الكنيسة المصرية عرفت تحافظ على كل طقوسها وعادتها طول 2000 سنة، عرفت كمان تحفظ أكتر من 1000 لحن قبطي، سواء اللي بيستخدم منهم في الطقس الكنسي أو لا، لنفس المدة من خلال مجموعة من المعلمين، علشان تفضل الألحان الكنسية واحدة من أهم مموروثات التراث الإنساني على مر التاريخ. استلم يا أمير que el Cristo.